ستة مواد وصفت بالخطيرة فجرت المجلس الشعبي الوطني وحولته إلى حلبة للملاكمة وجعلت النواب يغادرون الجلسة، لكن هذه المرة ليس إلى بهو البرلمان بل إلى الشارع. مصالح الأمن حاولت التدخل وطوقت المكان خوفاً من أي انزلاقات. المادة 66 من القانون المتعلقة بعملية فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات الاقتصادية الوطنية جعلت نواب المعارضة يحتلون كراسي العرب ولد خليفة ونوابه مستغربين إعادة إحياء المادة رغم إسقاطها من اللجنة. المادة اللي هي المادة 66 وطلبت من اللجنة باش تلغي هذه المادة وتحولها دير إحالتها على قانون الاستثمار، لأنه هذه المادة جاية غير ما حددت الناش المؤسسات العمومية اللي يستثمر فيها الخاص، هي جاية مادة غامضة وغير مفهومة. أما الموالاة فاعتبرت أن للحكومة الحق في إرجاع المادة. الآن وش نسجل في المجلس؟ أن الأغلبية تثبت صوتها، وهذه هي اللعبة الديمقراطية. فيما يخص المادة 66 خضعت وفق القانون وفق الدستور وفق أنظمة المجلس الشعبي الوطني لاستدراك من الحكومة في إعادة صياغتها. أما المادة 64 فاعتبرها النواب عار، لا سيما وأنها تدعو للرفع من أسعار حفاضات الكبار. تضاف إليها المادة 14 و15 التي ترمي إلى الرفع في المواد الطاقوية، وكذا المادة 53 من القانون. أما المادة 71 من القانون فقد سحبت البساطة من البرلمان وجردته من صلاحياته. اعتداء على ريغور، اعتداء سورتو على السيادة الوطنية، اعتداء على القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين، الانحراف السياسي اللي شفتوه اليوم بصفة لا أخلاقية، يجيو يفرضوا علينا قانون لا وطني. اللي كانوا يقولوا بلي كاين مبالغة، اليوم رانا شفنا كل الأحزاب تاع المعارضة تكتلوا باش يرفضوا موت الجزائر. إذن هي المواد التي فجرت البرلمان وأخرجت نواب المعارضة إلى الشارع، فهل هي بداية ديمقراطية جديدة تحت قبة البرلمان الجزائري؟